المفسد تسلل الإعلام لتبييض وجوه صادئة وتغليف أياد غمست في دمائنا وأنشبت ظافرها في جسدنا دهرا، والجميع ينتظر ساعة نزول معصار الحق عليهم الآن وليس غدا. وهذه الملفات التي كانت ستورط الناهبين السارقين هي تدمر وتحرق على مرن ومسمع. تتبعنا طريقة إعدامها خفية. مثلا تتبعنا خروج هذه الصناديق الملغمة بالوثائق التي تخص الصفقات المليارية من إحدى الوزارات لتذهب رأسا إلى معامل طحن الورق، وتحمل معها سر المظالم والسرقات والنهب والخطف والسطو والترهيب وسرقة أموال اليتامى والأرامل وأرزاق الضعفاء. في هذه الجواب أسرار لن نعثر عليها، وحقوق ضاعت عن أصحابها، فإلى متى هذا النزيف الذي يحرق الأعصاب ونحن ناظرون؟ ذاكرة عوام العذاب تغتال كل لحظة في غياب الإرادة الصلبة. بعضهم من أساطين النفاق بات يهذي اليوم بكلمة زائفة تطرب سامعها، لكن يتقزز منها كل من ظلم. كلمة المصالحة، كلمة حق نريد بها باطل. فهل يستوي الذئب والحمل؟ وهل تصافح يد مغدورة يد من أثكلها؟ بل فيهم من ذهب إلى حد لباس قناع التقوى والنزاهة، فبرز الثعلب يوما في شعار الواعظين، مخطئ من ظن يوما أن للثعلب ديناً.